سلامتكم الناس الكل تفرجوا فينا على قناتنا الوطنية، نعرفكم كيف كل ليلة تستناو آخر الأخبار الثقافية اللي تعيش على وقعها بلادنا. اليوم اخترنا باش نكونوا حاضرين في الدورة الثانية للملتقى المتوسطي للفن المعاصر اللي نظمته ياسمين حمامات في دار سيباستيان. شاركوا فيه أكثر من 25 رسام وأكثر من 15 دولة. خلينا نتفرجوا بأكثر تفاصيل سيرتو بعد ما اختاروا الفنانين التشكيليين هذوما باش يعملوا أدولي شافي تونس، وكانت الوجهة نتاعهم سيدي بوسعيد وكانت فرصة زادة للورشة للفنانين التشكيليين. خلينا نتفرجوا ومن بعد نرجعوا. شكرا لطوق ياسمين. الدورة الثانية من الملتقى المتوسط للفن المعاصر الذي التأم الأسبوع الماضي من 9 إلى 16 أكتوبر بمدينة الحمامات وتحديدا دار سيباستيان. الملتقى شارك فيه قرابة 15 دولة شقيقة وصديقة، وكان فرصة للتعارف والحوار الفني بين مختلف الفنانين التشكيليين. تنظيم الندوات والورشات وتقدير طلبة يساهم دون شك في دعم المنتوج الثقافي في تونس وبمزيد التعريف بتونس وبمعالمها الأثرية. الشركة متاعي هي عمل معناتها في معناتها ضمن الأيام متاع السامبوزيوم اللي فعاليته معناتها متمادية مدة 6 أيام. العمل ككل الفنانين معناتها شاركوا بعملين، ويتلخص في أنه كل فنان معناتها جاء للدورة هذه متاع السامبوزيوم اللي تقام في تونس باش يعطي فكرة على الفنان اللي ديما من المألوف يكون في الأتولي متاعه ومعناتها يشتغل. نحن اليوم جينا للمتلقي معناتها المتلقي للصورة باش نعطيه فكرة على حياتنا، مثلا اللي هي حياتنا الفنية يمكن كي تكون في أتولي يكون فيها أكثر معناتها شبه الغموض معناتها. فبالتالي نحن نخرج لهنا باش نوريه كيفاش يشتغل الفنان، كيفاش يتفاعل مع المحيط متاعه مع المساحة اللي نحن نعيشوها سيغتو في وضع جامعي مع مختلف فنانين من العالم. معناها قد يكون فيها تلقح أفكار، قد يكون فيها تبادل نقاش، قد يكون فيها هو المراد منه إضافة. الإضافة هذه هي أكل فريمون أكل نقاش اللي باش يخلق يمكن التوالد الأفكار، يخلق الأشياء اللي تعسر أو تجعل الفن فيه نوع من الحداثة. ولا فبالتالي كل واحد يجي من كيفاش نقول فيها من قطره اللي هو عايش فيه، وتقع التلاقح كيك سواء بالنقاشات أو بتبادل الأفكار أو بمعتها إقامة الأعمال الجماعية هذه. صورت اللي يخرج من إحساس الفنان، هي تجربتي أصلا ما تتلخصش في اللي باش نعمله اليوم بركة، معتها هو مسير التجربة هي كل ما نحسوه معناتها في يمكن خلال الدورة هذه خلال الفعالية هذه، معتها من أمبيونس معتها فيه ابتهاج بصراحة زرقة السماء معتها والضوء والحكاية هذه كلها معتها تفاعلت معها. لا مش واقعية، هي بالعكس تجريدية بالضبط، تفاعلت هالأشياء هذه كلها المفردات هذه كل باش تخرج عمل في الأخر. ما نعرفش العمل الذي كل إنسان يكون عنده تأويل، وبالذات يزم ويطرح التساؤل، لأنه الانتلكتويل في الداخل الارتيست ما يزمش يخضع إلى مقياس الصورة كيفاش نقولها الثابتة أو الصورة الواقعية اللي كنت تحكي عليها. ليه هو يطرح التساؤل ويخلي الإنسان معناتها يتفاعل مع الانتوراج متاعه، كما كنت نقول لك معناتها أزرق سماء أصفر الشمس الأشياء هذه تثير فينا يحتمل بهجة وتخرج عبر العمل. السامبوزيوم هذا أولا ساعة أكيد أنه يكون فيه إشعاع، لأنه الميديا باش تحكي عليه بارتو معناها كيكسوال هنا في تونس ولا في أماكن أخرى. ثانيا إشعاع السامبوزيوم من خلال الفنانين اللي باش يجيونا باش يعطيه قيمة النجاح متاعه، وهذا إثبات جميل ياسر خاطر يسافر إلى ما بعد حدود الوطن. هما من خيرة الفنانين اللي فريمون تلقاحنا معهم أفكار، تناقشنا، كانت أمورهم ثابتة في أعمالهم. وزيد بالإضافة إلى ذلك المتلقي اللي معناتها اللي عايشين معنا في الأوتيل، الطلبة كل هذا يثري بطبيعة الحال، هو كل هذا يثري باش يخلق مناخ
أو جغرافيا معناتها تكون تتسع أكثر من حدود الفنان في الأتيلي معناتها. Well, the symposium, it's very important for the artist, first of all, because different cultures are getting together. And it's very good because every artist... الملتقى مهم جدا للفنانين قصد التعارف والتبادل وهي لقاءات مثرية وهذا مهم جدا. It's very important for the artist and for the country. So I think that the symposiums and after it, the exhibition at the end are very important. Now I'm participating in the symposium in Tunis. معتزة بمشاركتي في هذا الملتقى. لوحتي مستوحاة من جمال الحمامات ولذلك اخترت اللون الأزرق والأبيض. You go out, everything is white and blue. ريم عياري استدعتني ومعنا جيت أنا لهنا أول مرة نشارك في سيمبوزيوم في تونس. مبرشة جايين من العالم كامل ليزارتيست معنا جايين من العالم كامل دونك حاجة باهية نشوفوا الآخرين كيفاش يعملوا كيفاش يرسموا كيفاش معنا كل واحد عنده التكنيك متاعو ليزيكول دار مش كيف كيف البلدانات كل دونك حاجة تخيز انريشيسانت. كراش في التابلو نتاعك معناتها أغلب الرسامين تركزوا على الطبيعة على اللون الأزرق البحر الجمال تونس. أنا البنتشغ متاعي أبستخيت معناها ما فيهاش. أنا اللي نحب كي واحد يوقف قدام البنتشغ متاعي يمشي في الخيال ونجم يسافر في الألوان متاعي. المشاركة نتاعك في السيمبوزيوم كيفاش تمت دعوتك وكيفاش شريت الأجواء في تونس واحتكاكك مع فنانين من عدة بلدان من العالم كيفاش شريت التجربة؟ تمت دعوتي من الفنان السيد ريم عياري والفنان علي رشيد للمشاركة في الملتقى، وبالنسبة لي أول زيارة لي لتونس وكان فرصة كبيرة للقاء فنانين من مختلف دول العالم لمدة أسبوع في منطقة الحمامات تونس الحمامات، وكان فرصة نادرة للتعارف والحوار الفني والثقافي، وهذا هو أساس فكرة السيمبوزيوم عادة والملتقيات. سي علي رشيد فنان من العراق ومستقر في هولندا. نعم. العمل نتاعك اللوحة الجميلة التجريدية شنو الموضوع اللي تحب توصله لنا؟ طبعا كما ذكرت حضرتك لأنه العمل تجريدي، ولماذا اخترت هذا الطريقة في العمل؟ لكي أجعل المتلقي أمام أكثر من مدخل وأكثر من حوار مع العمل. يعني أنا في العادة لا أسمي أعمالي، أنا ما لا أعطي عناوين،
من أجل أن لا أحجم المتلقي، من أجل أن لا أجعل المتلقي ينقاد لما أريده. أنا عندي مفهوم بالفن أنه الفن ثلاثي الأبعاد، مثلث يعني العمل الفني، الفنان، المتلقي، الثلاثة يمتلكون نفس المسؤولية في إيصال رسالة الفن. يعني كثير من الأحيان يأتي متلقي وممكن ينظر للعمل ويجد في شيء مغاير تماما مما وجدته وما وجده فلان أو فلان أو فلان. هذا الاختلاف هو أنا الذي أطمح إليه. أنا لا أفرض رأي على متلقي ولا أفرض عنوان، وإنما هو عمل مفتوح يقرأ بطرق مختلفة. ضمن برنامج الملتقى قام الوفد المشارك بزيارة استطلاعية إلى مدينة سيدي بوسعيد بغاية التعرف على جمال المدينة وخصوصيتها. بطبيعة الحال هي هدية دار سيباستيان اللي ينتظم فيها الملتقى المتوسطي للفنون المعاصرة. احنا سعداء جدا باحتضان الملتقى هذايا لأنه فيه ثلة من الفنانين التشكيليين ذوي صيت عالمي معناه في القطاع هذايا. بطبيعة الحال هذا يندرج في إطار إقامة فنية، شفتوا معناها الإقامة هذه توجت بمعرض فيه العديد من الزوار اللي جاءوا معناها من بقاع مختلفة وتفاعلوا مع المعرض هذا. أيضا معناها تم توجيه ورشات تدريبية لفئة طلبة المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل. المبادرة هي صارت بالتنسيق مع الجمعية المشرفة على الملتقى اللي هو في دورته الثانية سيمبوزيوم هذا. بطبيعة الحال من مشمولات المركز أو دار المتوسط للثقافة والفنون أن تنظم ملتقيات كي من هكا، ملتقيات في أشكال فنية مختلفة. في المرحلة هذه صار الخيار على الفنون التشكيلية، كيما من غدوة شنتلقى إن شاء الله معناها إقامة ثانية في فن الغناء السيمفوني، مجموعة من قبل جايين فيها 80 تقليب شاب وشابة. كيفاش تفاعلت مع الملتقى المتوسطي للفن المعاصر واليوم نلاحظوا الاجواء منعشه في الافتتاح المعرض بفضاء سان سيباستيان بالحمامات؟ احكي لنا كيفاش تفاعلت وكيفاش كانت المبادره وكيفاش معناتها كانت مشاركتك مع السيده ريم عياري، معناتها شنو اللي ما مشى وشنو اللي ما مشاش معناتها؟ الفكره نتاع السيمبوزيوم بالطبيعه هي فكره ريم العياري، وتعمل السيمبوزيوم بالمغرب عمناون، وصنع ريم حبت يكون المعرض بمدينة الحمامات لأن عجبتها مدينة الحمامات. فكانت الفكرة كونه جانب من المعرض يكون في دار سيباستيان اللي هي قبلة الفنانين والمبدعين بصفة عامة. السيمبوزيوم تعدى في جو طيب ياسر، والفنانين قاموا بأعمال رائعة خلاصتها بالطبيعة عرضناها اليوم في قاعة سيباستيان اللي هي قاعة غير ممتازة جدا ولكن غير مهيئة يعني للعرض كما ينبغي، ولكن مع ذلك هي نجمة تلم المجموعة الفنية اللي قمنا بها حوالي 30 لوحة يعني موجودة، وجو ممتاز جدا، طلبة فرحانين لأنهم اكتسبوا تجربة باهية مع الفنانين، قمنا بورشات مع بعضنا معهم وفلا. دونك مبادرة ناجحة إن شاء الله تتكرر. كانت الأيام شاقة جدا لكن كنت سعيدة
سعيدة جدا بالخدمة اللي قاعدة نخدم فيها والجري والكل تعب حلو كما نقوله. وساعاتي كملت اليوم بصراحة أني كنشوف ثمرة متاع ثمرة الأسبوع من التعب، نشوف الخدمة هذية بالحق. أنا أسعد إنسانة توا على خاطر نعتبر نفسي نجحت. ونشكر فنانين بالدرجة الأولى، الفنانين اللي هما تعبوا وخدموا وعملوا الخدمة هذية، شابو يعطيهم ألف صحة. ونشكر دار سيباستيان اللي احتضنت معانا التظاهرة هذية في دورتها الثانية، سي معز مرابط، ريم سلامة، يعني والأخرين الكل اللي عاونوني برشا في حتى في التعليق حتى في كل شيء يعطيهم. ونشكر شكر زيدا كبير 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 الفنان الكبير برشا باكر بن فرج، لأنه عاوني بمشاركته بخدمته معنا. وزيدا يعني باختصار المعرض علقوا باكر يعني بلا. بالشكر نتعدى. وشنو المشاكل مدام؟ شنو اللي ما مشيش؟ معناتها ماكش ديسي منه. اوكي، انا كنت اسفه جدا لانه معرض بالحجم هذايا بصراحه كنت نتمنى انه يكونوا موجود وزير ثقافه، يكون موجود مندوب والي يعني نتاع جهه، لانه بالحق بعدين تو هما يفهموا كي جاوا للمعرض هذا ويشوفوا الاسماء ويشوفوا الخدمه ويقارنوا الخدمه هذيا باللي موجود في الساحه العربيه باش يفهموا ويستوعبوا. خسارة ليهم أنهم ما كانوش معنا اليوم، أما تبارك الله القاعة يعني مليانة وكان حضور طيب والناس كل فرحانة وبالحق يعني الحمد لله يا رب. شكرا لك.